خمسة قوات حفظ السلام في سيناء. طبقا لمعاهدة السلام فسنة 82 تأسست هذه القوات، قوات حفظ السلام في سيناء. هذه القوات مقرها الرئيسي الجورة في شمال سيناء، في 35 برج مراقبة، في نقطة تفتيش، في مراكز مراقبة على الحدود، 1700 جندي من 13 دولة، ال 1700 جندي أغلبهم من أمريكا. ده وضع قوات حفظ السلام اللي موجودة في سيناء. لما ظهر الإرهابيين العملاء المتخلفين في شمال سيناء، لما حصل هذا الظهور ليهم والدعم الخارجي ليهم، بدأوا يتكلموا على إن في خطر على قوات حفظ السلام. وإحنا شايفين في مساحة قوية جدا بين الغرب وبين التنظيمات الإرهابية. فهذه التنظيمات بقت تهدد هذه القوات، طلع رئيس الأركان الأمريكي وقال لك خلاص نسحب القوات اللي هي قوات حفظ السلام اللي موجودة في سيناء. خطورة ده زي ما كتب دكتور عمرو عبد السميع في تحليل مميز في صحيفة الأهرام، إنه ممكن يدخلنا في مأزق. أول حاجة، لو هذه القوات انسحبت هتؤدي إلى إنه التنظيمات الإرهابية ترتع في المكان، بدل ما تبقى قوات حفظ سلام هتبقى قوات تسهيل عدم السلام أو عدم الأمن في المكان. إنما الأخطر مش ده، الأخطر الاحتمالين اللي ممكن يحصلوا بعد كده. هذه التنظيمات هيرموا أي قنبلة أي حاجة في اتجاه إسرائيل، مش هتعمل حاجة، تقتل واحد اتنين تلاتة، إنما ده يخلي إسرائيل ده المجتمع الدولي عندها فرصة إنها تعتدي على الأراضي المصرية بحجة إن هي معرضة للإرهاب. طيب ده بالنسبة لنا السيناريو المفزع لا قدر الله، يعني لو حصل هذا الأمر إحنا ممكن نتصرف إزاي؟ لو إسرائيل ضربت وإحنا بالنسبة لنا أصلا بنضرب هذه الجماعات الإرهابية، يبقى برضو الشكل العام غير مناسب، إن إحنا في بنضرب في ناس بتضرب فيهم إسرائيل في نفس الوقت. لو إحنا اشتبكنا مع إسرائيل دخلنا في حرب مع إسرائيل، بس عندنا حرب داخلية على الإرهاب. لو إحنا سكتنا على هذا الموضوع برضو في انتهاك للسيادة من قبل إسرائيل لا ينبغي السكوت عليه. هيبقى كل الاحتمالات مفزعة، وده بالظبط اللي الإرهاب بيعمله في سيناء أو عايز يعمله في مصر، إن دخلنا في هذه الدائرة، يا إما إن إسرائيل تضرب فندخل في حرب مع إسرائيل، أو نسكت يبقى الشكل مش مناسب بالنسبة لنا، وإن هذه الجماعات بيتضح إنها جماعات عميلة، يعني محدش عنده ذرة شك في ده إلا إذا كان مختل عقليا. هذه الجماعات هدفها الواضح تماما جر مصر إلى حرب مع إسرائيل في توقيت غير مناسب، يبقى في أزمة اقتصادية أو مشاكل اقتصادية في الداخل، مشاكل إرهاب في الداخل، مشاكل إقليمية في كل مكان، وبعدين بقى تبدأ حرب مصرية إسرائيلية في هذه الظروف. أو مصر تفوت الموضوع علشان تقدر تقوي نفسها في الداخل، بس يبقى شكلنا كله مش ملائم إن في منطقة من أراضينا حتى لو فيها إرهاب بتضربها إسرائيل. هذا السيناريو المفزع تدفعنا الطيارات المتطرفة له. الموضوع بقى واضح تماما، يا إما أنت خاين يا إما أنت وطني، يا إما أن أنت مسلم حقا وإما أنت ضد هذا الدين، وإما أنت ضد هذا الدين وضد هذه الأمة. كل من يقف الآن ضد الجيش، كل من يقف الآن بأي شكل من الأشكال بكلمة على فيسبوك على تويتر بدردشة قاعدة، كل الذي يقف ضد الجيش الآن هو يقف في الصف الآخر، في صف مصلحة إسرائيل ومصلحة الإرهاب. الإرهاب لا رأي فيه ورأي آخر، رأي واحد، يسقط الإرهاب ليعيش الوطن وتعيش الأمة. وفاصل ونكمل.